السلام عليكم، اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من حقنه التقنيه. هذا البرنامج اللي اتكلم فيه عن شويه من الاشياء التقنيه اللي تدور في بالي او حتى موضوع تقني نناقشه هنا مع بعض. الشغله اللي اليوم حبيت اتكلم عنها هي شركه ابل. اكيد شركه ابل معروف بانها شركه اللي تقود سوق التقنيه، شركه رقم واحد، شركه كبيره، كل هذا ما نختلف عليه. فبصراحه بهذه الحلقه من حقنه التقنيه حبيت اتكلم عن شويه منتجات لابل في 2015 استغربتها منهم من ناحيه التصميم تحديدا، لانه ابل لما نتكلم عنها هي من الشركات اللي تهتم كثير جدا بالتصميم، تهتم بكيف التصميم وتاثيره على جوده او تجربه المستخدم النهائيه. وهذه الاشياء اللي خلتني استغرب شوي بال2015. نبدا مع اول منتج واللي هو راح يكون الماجيك ماوس من ابل. إذا ما تعرف شو هو الماجيك ماوس، هذا هو طبعا ماوس يسمونه الماوس السحري، جاي بتصميم حلو يدعم اللمس، وبالتالي ما راح تلاحظ فيه ازرار، فعليا فيه زر بس مو ظاهره بشكل الماوسات الاخرى. فاوكي حركات مره حلو، بس كانت مشكلته انه لازم تحط فيه بطاريات جافه، وانا صراحه من الناس اللي احب اي منتج يكون فيه بطاريات داخليه تعيد شحنها وترتاح، وعلى اساس كذا هذا الشيء اللي خلاني اروح بكل بساطه واشتري ماوس لوجيتيك اللي فيه بطاريه داخليه وفي هذه كل الاشياء، وتقدر تشوف لها فيديو كان موجود في القناه تكلمت عنها. بس نرجع لابل، على اساس كذا ابل طلعت الجيل الثاني من الماوس اللي فيه بطاريه داخليه وتقدر تشحنه. بس نجي للمشكله الاكبر لما خربوها في النهايه، وين حطوا مدخل الشاحن؟ تعتقد من ابل فكروا انه يحطون مدخل الشاحن من قدام او من وراء او حتى من الجنب؟ لا، حطوا مدخل الشاحن من الاسفل. نو، بالتالي لما تشبك الشاحن من الاسفل راح تلاحظ ان الشيء مره غريب. لاحظ بانه الماوس ما راح تنتهي بطاريته وهو محطوط على الطاوله ما قاعد تستخدمه، لازم تنتهي وانت قاعد تستخدمه. يعني لما تحتاج الكمبيوتر، لما تحتاج الماوس، راح تلاحظ ان بطاريته انتهت وانت لازم تحطه في الشاحن، وهذا يعني انك ما راح تقدر تستخدمه وهو في الشاحن. كيف ما تقدر تستخدم المنتج وهو قاعد يشحن؟ شيء كان مره غريب من ابل. خلونا نتكلم عن المنتج رقم 2 اللي استغربته، واللي هو هذا هو، هذا القلم الايباد برو، من افضل الاقلام الموجوده في السوق للاجهزه اللوحيه. بس وين تبدا المشكله؟ انك لازم تشحنه. بس اللي مو بحلو انه مجرد ما تشبكه يبدا يصير الوضع مره غريب. القلم مشبوك في الايباد برو، بالتالي تخاف انه يطيح ينكسر من النص، فبالتالي يصير بدل ما عندك قلم يصير عندك قلمين للاسف. ونرجع لنفس النقطه الاولى، هذه مشكله اضافيه انك لما تجي تستخدم القلم ما راح تستخدمه لانك لازم تخليه شوي يشحن. المنتج رقم 3 اللي استغربته من ناحيه تصميم هذه السنه هو الكيبورد الخاص بالايباد برو. الكيبورد اوكي حلو، تقدر تشبك الايباد برو في الكيبورد الخاص فيه. راح تلاحظ الشيء الغريب فيه انه في بروز بالاسفل وهو بسبب الكيبورد نفسه. هذه احد الاشياء استغربها، انه كيف هذا البروز بعد فتره من الاستخدام راح تلاحظ انه صاير بارز، وبالتالي لازم تضغط عليه باصبعك، يعني يصبح الموضوع مزعج شوي. راح انتقل للمنتج رقم 4 واللي هو الكيس الخاص بالايفون 6 والايفون 6 اس الجديد. ابل انتبهوا بانه هدفهم الايفون ما تقدر تستخدمه للاستخدام الثقيل لمده يوم كامل، بالتالي طلعوا كيس فيه بطاريه خارجيه تشبك فيها الايفون وبالتالي تقدر تشحنه. طبعا سعره قرابه ال 400 ريال او درهم، وهذا سعر عالي. البطاريه اللي فيه هي 1877 ملي امبير، ومع ذلك هي بارزه من الخلف مقارنه بشويه منافسين. راح تلاحظ انه عندهم بطاريات قريب من 3000 ملي امبير، والبروز مو بهذا الشكل. ايضا هذه احد الاشياء اللي استغربها، كيف هذا المنتج طلع من ابل الى الانتاج النهائي ويوصل للمستخدم بدون ما يفكرون بهذه الشغله ويقارنونه بشويه منافسين. وما راح اتكلم عن مدخل اليو اس بي سي اللي بس واحد في الماك بوك، ولا راح اتكلم عن كل هذه الاشياء. لكن ليش حبيت اتكلم عن ابل؟ لانه ابل عودتنا انها تهتم بكل التفاصيل الصغيره في الاجهزه، وخصوصا اذا كانت تفاصيل تصميميه تاثر على تجربه المستخدم. فاشوف ابل غلطت شوي غلطات تصميميه في 2015، وهذا رايي الشخصي. اعطونا رايكم حول هذا الموضوع بالكومنتس في التعليقات. ممكن اكون بالغت، ممكن تكون صحيحه، ممكن تكون غلط، انت معي او لا؟ اعطونا رايكم. اشوفكم انا في الفيديو القادم. انا ادهم، مع السلامه.